الحلال لا يتمثل لدى المسلمين الروس في الأطعمة واللحوم، بل يتعدى ذلك إلى الألبسة الشرعية، حيث باتت تلاحظ بشكل واسع انتشار المحال التجارية المتخصصة بالألبسة الشرعية ومعامل الخياطة أيضا، التي تعمل على توفير الألبسة للنساء والرجال على حد سواء. وهؤلاء الفتيات يحاولن بكل الوسائل تلبية رغبة المسلمين رجالا ونساء في اقتناء ألبسة شرعية. وخلال تواجدنا هنا التقينا فلاديمير، وعلى الرغم من أنه لا ينتمي للإسلام لكنه يفضل اقتناء ملابسه في هذا المشغل إيمانا منه بمصداقية العاملين هنا وإتقانهم فن الخياطة، على الرغم من أن الكلفة هنا تفوق الكلفة في معامل أخرى. هناك طلب لافت خلال السنوات الماضية على خياطة الألبسة الشرعية الإسلامية، لأن هناك الكثير من النساء في موسكو اللواتي يرغبن ارتداء ألبسة شرعية، فمن الصعب اقتناء ألبسة من هذا النوع في المحال التجارية العامة.